ليه بقى فاضل؟ ايوه يا دكتور بيه، انا خلاص اهو داخل عليك عند البرج. طب كويس قوي، انا دلوقتي زي ما اتفقنا واقف فوق البرج والناس ابتدت تتلم تحت. ما انا شايفك اهو، حتى انت حجمك صغير قوي عشان واقف فوق خالص. يعني خلاص ارمي نفسي عصفور؟ لا ترمي نفسك ايه يا مزرق، استنى بس يا دكتور، ارمي نفسك كده على 3 3.5. حبيبي انا مش هرمي نفسي في الترعه عصفور، انا واقف على 178 متر وحرمي نفسي عشان اقدمك للناس يا بني ادم. حس على دمك على السكه وعلى الدغري كده يا دكتور، وانا نازل نتاشا وعم هيصه قفشوا فيا ناكل لقمه سوا، فهاكل اللقمه دي واجي لك على طول. حتى خد عم هيصه يقول لك اهو. خلاص يا عصفور مش لازم تقول لهم احنا هنعمل ايه. طب خلاص هاكل اللقمه دي اهم اوام واجي لك حمامه يا صاحبي. طب بسرعه والنبي يا عصفور بسرعه، وعلى ما تيجي تكون الصحافه والتلفزيون اتلموا اكتر من كده. يلا ماشي يا صاحبي، في سلامه الله يا زميلي. السلام عليكم. مين الدكتور ده اللي انت بتكلمه عصفور؟ ها؟ الدكتور اللي بتكلمه ده الدكتور اللي عالجني لما رقبتي انكسرت. الدكتور بيرا. بتتعرفي كمان انه دكتور بيرا؟ ها؟ ما هو سهر عصفور يابا اللي جالك في المستشفى وانت عيان. حكايه البرج ده بقى. ها؟ البرج. ده معمل البرج اللي عملولي فيه الإشاعة لما رقبتي انكسرت. رقبتك انكسرت ازاي يا عصفور؟ مش هو دكتور كيماوي يعالجك ازاي؟ انت عرفت منين يا بنت انه دكتور كلاوي؟ كلاوي مين يابا؟ كيماوي. وبعدين انا عرفت عشان هو صاحب عصفور وقال له كده في المستشفى. وايه حكاية البدلة اللي انت هتلبسها دي بقى يا عصفور؟ دي البدلة اللي لبسها لي يا عم هيصة قبل ما اخش اعمل العملية. ما تاكل اللقمة وانت ساكت يا عم هيصة. ولا كوباية. ايوه حجرين معاك بسرعة عشان مستعجل قوي. يا سلام نص ساعة واجع يا ابني، وانت بتقولي مستنيه. ما يستنى يا عم هيصة، هو هيطير. حاول بقى. ايه ده؟ صحيح ده انا اللي هطير. طب استأذن انا يا عم هيصة. طب بقول ايه؟ خد ده معايا. ماشي. السلام عليكم. السلام. الواد دماغه مش مظبوط. بيقولوا لك يا اختي ان عنده شقه في اسكان الشباب والميه فيها طفحت، وقدم يجي 14 شكوى ومحدش عبره. يا بيه انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ شكله مش مصري، شكله كده اجنبي ومعاه كمان اجنده، انا متاكد. بالشفا ايه ده كده؟ وصلنا على النبي. ايه هوا؟ طب مش تقولوا على الهوا. طب كنت تقول لي البس الجاكيت. يلا ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحب اطمن جمهوري وكل الناس اللي بيحبوني وهم كتير قوي والحمد لله ان الخضه راحت، قصدي النغزه راحت، لان هي فعلا كانت نغزه في القلب نتيجه حب الشديد وحرص العنيد على مصلحه هذا الوطن الغالي علينا جميعا، وعلى خوفي عليه من أمثال عز الدين عتائي وياسر أنانة وخورشيد عجوه وسيد قرر الفاسدين الحاقدين العلاوة أحبار. امشي. ودلوقتي تعالوا مع بعض نشوف الرسائل اللي وصلت للبرنامج، أنا هقراها لحضراتكم. معنا تليفون. فين التليفون يا ابني؟ ايه؟ على مؤاخذة ده ظهر التليفون بتاعنا. دي فاطمة رشدي طمطم. طمطم دي تبقى مرات ابن عمي، ألف رحمة ونور عليه. الحقيقة احنا بينا وبين بعض عشم كبير قوي، عشان كده أنا دايما أدلعها وأقول لها يا طمطم. بعد اذنكم بس ممكن ارد على طمطم؟ نطلع فاصل يا باغت عشان ارد على طمطم. الو ايوه طمطم. الحقني يا صريح، الواد بيرم خرج من البيت غضبان وقال ان هو هيموت نفسه عشان اللي قال ايه ظبطني وانا بشيت مع رجاله، قصدي بنيت مع راجل واحد بس. انت بتشيتها طمطم؟ بتشيتي؟ ده يزعله في ايه؟ ده سبب يخليه يجري يقول هموت نفسي؟ عموما ما تخافيش انا هتصرف واجيبهولك. تلاقيش بقى ده واد اهبل اكيد بيهوش. صريح بيه، خبر سخن، في واد اسمه بيرم بيرمي نفسه من فوق البرج. بيرم؟ قول لسلمى تاخد كاميرا وتطلع على هناك بسرعه. يلا بسرعه. طمطم
ده الظاهر ان الواد ما بيهوش. يا عمي لا، خرجنا من السينما وماشي وراه هو زي ما اتفقنا. نعم يا اخويا، عرفت كانوا بيقولوا ايه في السينما؟ لا الحقيقه يا عمي، انا اصل الفيلم اخدني قوي، فيلم تحفه، لازم تخش معايا. على فكره هاخدك انت ودينا ونظام ونخش يوم الجمعه، وما تقوليش مشغول بقى. خلاص يا عم خلاص. بقول لك ايه، اقفل دلوقتي عشان شكله هيقف. مش كل مره يا حلو. ايه يا بني ادم ده، حد يقف كده؟ تطلع لك عزرائيل. عزرائيل ايه؟ الله يخرب بيتك، العربيه اتدمرت. استنى ارد على التليفون. بتبص على ايه يا عم؟ وسع. ها يا مدحت، عايز انت كمان دلوقتي واحد بينط من فوق البرج؟ طيب انا جاي حالا. بقول لك ايه يا مدحت، ابعت لي وينش في شارع 90 في 6 اكتوبر، هتلاقي بقيه عربيه سياده اللواء، خدها. وهتلاقي واحد اسود راكب عربيه سودا واقف وراها، ارميه في الحجز لغايه ما اجيلك. عصفور. ايوه يا دكتور بيره، انا واقف تحت اهو شايفك يا زميلي. ما انا عارف انك متنيل واقف شايفني، ومش لازم تعلي صوتك تعرفهم احنا هنعمل ايه. انت ما لبستش ليه البدله لحد دلوقتي؟ لا ده في ناس ياما هنا، انا وربنا مكسوف اطير قدامهم. بقول لك يا عصفور، انت جاي تهرج بقى، انا استنيتك كتير ومش هستناك اكتر من كده. انا 3:30 بالثانيه هنط، جيت ما جيتش هنط، وشيل بقى انت ذنبي طول عمرك. لا ما تقلقش، اوام اوام، اخش البس البدله واجي انقذك. يلا سلام يا صاحبي. سلام يا زميلي. سلام. وهنا من قلب الأحداث، كما عودتكم قنوات الفيل المتخصصة أن تكون سباقة، مع أن ده أول يوم ليها النهاردة. ونحن الآن في انتظار محاولة انتحار الشاب بيرم حديث الساعة. ها قولنا إيه الأخبار عندك يا سلمى؟ نحن في انتظار أن يقفز الشاب بيرم لينهي هذا الجدال، ولكنه لم يقفز بعد. سيصريح، هل تسمعني؟ سامعك يا سلمى، سامعك. وأنا بقول حينط بيرم ده، انا عارفه كويس قوي، انا اللي مربيه، ده واد مجنون ومتهور ويعملها. واتينا بالاخبار اول باول يا سلمى، على ما قربنا كام رساله. خالد من ارض اللواء باعت بيقول هينط، بس مش المهم انه ينط، المهم يا فلافل البابيونه هتنطق عليه. ربنا يخليك يا خلوده يا قمر يا منور، كل حاجه حلوه. انت عارف الطقم ده انا جايبه من ايطاليا، انا احب اشتري اغلى واحسن لبس ومن ايطاليا.